السلام عليكم، أتمنى أنكم تكونوا بأحسن حال ومع المحاضرة الثامنة من محاضرات تقييم الأثر بي. ومحاضرة النهاردة هتكون بعنوان بدائل المشروع أو الـ Project Alternatives. الـ Project Alternatives هي بدائل المشروع، وهي من ضمن الحاجات المهمة جدا جدا واللي لا غنى عنها في أي دراسة. الفصل بتاع النهاردة رغم إنها المحاضرة الثامنة إلا إن هو ده الفصل السابع في دراسة تقييم الأثر. خلي بالك وافتكر على طول في بدائل المشروع، أول بديل لأي مشروع هو عدم تنفيذ المشروع أو no action. No action ده دايما بيهدف طرح ال no action ده اللي هو بديل عدم تنفيذ المشروع عشان نوضح أهمية المشروع ده وتأثيره الإيجابي على فرص العمل والاقتصاد وتقليل معدل الجريمة. فأنت في الـ No Action أو عدم تنفيذ المشروع في الدراسة، أنت بتبين قد إيه أهمية المشروع، وإنك أنت لو ما نفذتش المشروع هيبقى فيه تأثير ومشكلة ومش هيبقى فيه فرص موجودة كان المشروع ده هيحققها. وده أول بديل بنبص له في بدائل المشروع. تعالى قبل ما نتكلم عن بدائل المشروع بيبقى مذكور فيها إيه، نركز شوية على الموضوع بتاع عدم تنفيذ المشروع أو اللي هو النو أكشن. ونبص هنا هو من دراسة تقييم الأثر البيئي اللي كانت عاملاها شركة إيكو كونزيرف لأحد المكاتب الهندسية. كانت عاملة ده النو أكشن أوبشن، كانت حطاه في المشروع بتاعها بتاع تقييم الأثر البيئي لإنشاء محطة بتاعة السولار بارك، أو اللي هي بتاعة خلايا الطاقة الشمسية اللي في منطقة بنبان. وهم يعني ده أم كوتينج من الدراسة بتاعتهم، وهم في البديل ده بيقولوا إن هو أندر ذيس أوبشن اللي هو نو أكشن أوبشن في المشروع wouldn't go ahead and the potential 1800 ميجا وات of new capacity would not be added to the electricity supply system. هو المشروع دوت بيهدف ان هو هيحط 1800 ميجا وات من الكهرباء للالكتريستي سبلاي سيستم. وهم بقى يعني واخد بالك بقى من طريقة العرض، خلي بالك ان ده مش الطبيعي ان هو يبقى بيكتب بالانجلش، هو الطبيعي انك بتكتب بالعربي لانك انت بتقدم لوزارة البيئة والجهات المعنية اللي تبع وزارة البيئة بتستخدم باللغة العربية. بس هم عشان المشروع ده كان داخل فيه البنك الدولي، ففي الدراسات اللي ليها علاقة بالبنك الدولي بيبقى وقتها مطلوب انك انت تكتب دراسة تقييم الأثر البيئي بالانجلش. المهم ان هو بيقول لك ان ده هيعمل مشاكل كتيرة قوي بقى. شوف كل طيب اللي بيقولها this would exacerbate the already existing shortfall in overall generating capacity which is a cause of regional power outages. هو بيقول لك بقى ان حتى الكلام ده هيعمل مشاكل جامدة جدا في الكهرباء اللي هي اصلا بتعاني. الكلام ده كان في 2016 انها بتعاني، وان ده no action option هيأثر تأثير جامد جدا على الكاستمرز من الصناعة ومن الاستخدامات المنزلية للناس اللي هم في البيوت، وإن راحتهم ومعيشتهم بشكل جيد هيبقى فيها تأثير وفيها خطر، والإنفراستراكشر سيستم الأساسية اللي هي الحاجات الأساسية زي المستشفيات والمحطات بتاعة يعني توريد المياه للشرب هتبقى تتأثر من الكهرباء، لأن المستشفيات والمحطات بتاعة اللي هي معالجة المياه علشان توصل مية الشرب للبيت بتستهلك كهرباء فهتتأثر. فهي اللي هو يعني الحياة هتتوقف والناس هتموت. يعني في النو أكشن أوبشن كل واحد او بيقدم دراسة بيحاول بقى يبين قد ايه ان الاوبشن ده هيبقى كذا وهيبقى فيه مشكلة المشاكل وهيبقى فيه حاجات كتيرة وهيبقى فيه مخاطر جامدة وهيبقى فيه وهيبقى فيه ان بتصور كده اللي هو الدنيا بشكل سوداوي لو ما تعملش المشروع ده ايه. وطريقة عرضك في الاوبشن ده انت بتعرضها بيزد على فاكتس وعلى نمبرز،
مش بتقول ان هو لن تشرق الشمس من مغربها، يعني من مشرقها ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا انت بتبين بيزد على فاكتس وعلى ارقام قد ايه ان ده هيعمل مشكلة. وفي الاخر كده بيقول because of this no action بين قوسين no additional generating capacity. هو بيقول لك كمان ان هو no action ده بقى مسميه ان هو ان احنا مش هندي كهرباء زيادة is not considered a valid option. هو مش اوبشن او مش اختيار منطقي. عموما في بدائل المشروع انت دايما بتفكر في بدائل المشروع في كل حاجه بقى من المشروع البدائل بتاعته. يعني ايه مثلا؟ يجب ان يتضمن تقييم الاثر البيئي تقييم لبدائل المشروع التي يمكن تنفيذها من حيث التصميم. انت بتبص لديزاين مختلف، يعني انت مثلا لما بتيجي بتقول ان انا المصنع ده هستخدم التصميم مثلا الامريكي بتاع التكنولوجي دي او عمل التكنولوجيا دي، بينما في تصميم تاني التصميم الصيني بيستخدم اجهزه مختلفه، بينما في تصميم تالت اللي هو التصميم بتاع الاتحاد الاوروبي بيستخدم طريقه مختلفه. فانت بتبين وتقارن بين التصميمات المختلفه ديت، وبتقعد كل واحد منهم تدرس بقى من ناحيه ان هو وتديله ارقام، لازم تديله ارقام او تديله درجات. يعني مثلا التصميم تشوف اول حاجه سهوله تنفيذ التصميم، تكلفه تنفيذ التصميم، وتكلفة اللي هي إدارة اللي هو المشروع وهو شغال بالتصميم ده، يعني الناس اللي هيبقوا شغالين عليه، هل أنت محتاج تمرنهم، محتاج تدريب مخصوص ليها، مدى الصعوبة، الملوثات الناتجة من تنفيذ هذا التصميم. وده أهم حاجة، إن هو قد إيه ملوثات هتنتج لو اشتغلت بالتصميم ده، وقد إيه ملوثات هتنتج لو اشتغلت بالتصميم ده، وقد إيه ملوثات هتنتج اشتغلت بالتصميم ده. على سبيل المثال في احد الحاجات اللي انا كنت بشتغل عليها ان هو يعني كنت بدور على اجهزه مختلفه، فكنت بلاقي ان اسعار الاجهزه عندي تو اوبشنز، واحد من المانيا وواحد من الهند، فلقيت بتاع الهند ارخص بكتير جدا. بس لما ببص في بتاع الهند ومعاه الضمان بتاعه مع الصيانه بتاعته، وبتاع المانيا معاه الضمان بتاعه مع الصيانه بتاعته، بس لقيت ان استهلاكات الكهرباء بتاع المانيا كاستهلاك كهرباء هو تلت استهلاك الكهرباء بتاع اوبشن الهند، رغم ان اوبشن الهند ارخص ويعني وهيسلمه على طول والكلام ده كله، بس بتاع المانيا هو بيدي استهلاك كهرباء تلت استهلاك الكهرباء اللي بيستهلكها الكهرباء في الاوبشن بتاع الهند. فده معناه ايه؟ معناه لما انا استهلك كهرباء اكتر يبقى انا بحتاج كهرباء اكتر، يبقى انا بسحب من محطات توليد الكهرباء كهرباء اكتر، محطات توليد الكهرباء دي بتشتغل فترة اطول، ومحطات توليد الكهرباء دي بتسبب تلوث. يعني في دايما الناس يقعدوا يقول لا الكهرباء طاقة نظيفة، الكهرباء ما فيهاش تلوث، لا الكهرباء هي طاقة هي نفسها كنظيفة، لكن عشان تصنعها انت بتعمل تلوث. وفي مصر معظم الكهرباء اللي بيتم توليدها هي كهرباء جاية من المحطات بتاعة توليد الكهرباء اللي بتستهلك فحم وبيسبب تلوث علشان يولدني كهرباء. فاحنا بنقارن بين التصميمات في الدرجات المختلفة اللي قلنا عليها دي، نعمله زي جدول، والجدول ده جنب كل حد جنب كل حاجة من دول الدرجة بتاعتها، ونحط الدرجة النهائية، ونخلي بالنا ان احنا دايما بناخد الحاجات اللي ليها درجة نهائية اعلى. ده شيء مهم، الدرجة اللي اعلى ده معناها الاوبشن الافضل، بس كمان لازم تكون مع الدرجة الاعلى ان هو الاقل تلوثا. يعني احنا دايما بنحط على التلوث الدرجة الاهم والدرجة لان احنا في الاخر بنعمل تقييم الاثر بيه عشان نقلل من التلوث. فالتصميم، التكنولوجيا المستخدمة، الموقع بتاع المشروع، ان احنا ممكن نشتغل في مشروع في موقع كذا او موقع كذا او موقع كذا، نقارن بين المواقع المختلفة من حيث الملوثات اللي موجودة في المواقع المختلفة، من حيث السكان اللي قريبين من المواقع المختلفة، من حيث اتجاه الرياح وتأثيرها على المناطق أو المحميات في المواقع المختلفة، وكل واحدة من دول نديلها درجة، والموقع الأفضل هو ده الموقع اللي هيكون بتاع المشروع. طبعا يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده اوريدي قبل ما المشروع يبدأ، الموقع متحدد والتكنولوجيا متحددة، بس انت في بداية المشروع انت بتعمل الدراسة دي زي ما قلت لك بهدف
انك انت تبين ان اللي تم استخدامه ده هو الافضل وان الموقع ده هو الافضل. سؤال دايما بيتسأل، طب وافرض وانا بعمل الكلام ده لقيت ان مش هو ده الاختيار الافضل؟ الامانة دايما بتحتم عليك انك تتكلم مع صاحب المشروع اللي هو already hired you علشان الموضوع ده، وتقول له ان هو على فكرة انت لو كان كذا كان المشروع هيبقى افضل، وتسمع له. في اوقات كتيرة بتبقى مش كل المعلومة واصلة عندك، ممكن يكون الحاجة اللي انت شايفها مظبوطة، ممكن يكون هي ليها تأثير او ليها افكت انت مش شايفه، بس في الاخر الالتيميت جول انك بتعرض وتبين ان التكنولوجيا اللي تم استخدامها والتصميم اللي تم استخدامه والموقع اللي تم استخدامه حتى اساليب بدء تشغيل المشروع وبدائل اجراءات التخفيف المختلفة اللي انت اشتغلت عليه هو ده الافضل. فبدائل اجراءات التخفيف بتقول الاقتراحات المختلفة بتاعة التخفيف، واحنا كنا قلنا ان هو اجراءات التخفيف في الفصل اللي فات. هنا هو بقى بنقول البدائل بتاعت اجراءات التخفيف، انك انت مثلا نعمل كذا وكذا او نعمل كذا وكذا او نعمل كذا وكذا، وبتقارن بين الاجراءات التخفيف المختلفة ديت وعواقبها البيئية. ويجب دراسة زي ما قلنا قبل كده عواقب عدم تنفيذ المشروع كأحد البدائل الممكنة، ويجب كذلك إيضاح البديل اللي بيقع عليه الاختيار مع بيان مبرر اختيار. تعال نشوف حاجة تانية من الحاجات بتاعة بدائل المشروع، واحد من المشاريع اللي اشتغلت عليها، وهو احنا هنا بنتكلم في الفصل السادس، بس في بعض الأوقات فبنتكلم في الفصل السابع. بعض الأوقات الناس في الدراسة ممكن بيغيروا في ترتيب الفصول، بس لازم الفصل يكون موجود. فهو الفصل السابع بتاعنا ده كان فيه دراسة من الدراسات اللي هو اتعملت مكتب انفايرونكس، عملها مشروع المدفن الصحي في الوفاء والأمل، وكان بيشوف ان هو في المشروع ده ان هو بيعالج سائل الرشيح المتولد يوميا. سائل الرشيح ده اللي هو الليتشيت، اللي هو الليكويد اللي بينزل من المدافن الصحية. فهو هنا هو عرض البدائل المختلفة بتاعت معالجة سائل الرشيح، إما إن هو ينشئ محطة معالجة منفصلة داخل إحدى محطات الصرف الصحي، أو يعمل تطبيق نظام المعالجة المشتركة لسائل الرشيح مع مياه الصرف الصحي، اتنين صرف هنخلص منه، أو إنشاء محطة معالجة سائل الرشيح داخل الموقع. في كل واحد من البدائل دي هو بقى بيتكلم عنها شوية، يعني مثلا بديل معالجة سائل الرشيح متولد يوميا، قبل ما يتكلم عن البدائل دي بيبقى فيه مقدمة علشان يوضح، زي ما قلنا مفيش أي كلام من غير مقدمة. فقبل ما نتكلم عن البدائل بنقول يوجد العديد من البدائل لمعالجة سائل الرشيح متولد يوميا، وهي كذا وكذا داخل المحطة وكذا وكذا، ونقل سائل الرشيح وتطبيق نظام المعالجة المشتركة. فهو بيقول هنا هو بيعرض البدائل المختلفة، بيقول إنها دي موجودة ودي كمقدمة. أول واحد فيهم إن هو بديل إنشاء محطة معالجة منفصلة داخل إحدى محطات الصرف الصحي. هنا بقى بيقول إن إنشاء محطة معالجة سائل الرشيح داخل إحدى محطات معالجة الصرف الصحي هيضمن تشغيلها وصيانتها بشكل جيد، لأن في خبرة متخصصة في أعمال المعالجة لدى العاملين بهذه المحطة، وإن هو جدير بالذكر إن توجد خبرة عالمية فيما يسمى بالمعالجة خارج موقع المدفن الصحي تحت مسمى أوفسايت تريتمنت، وإن ده فعليا بيستخدموه على مستوى العالم بره. وفق هذا البديل سيتم نقل سائل الرشيح المتولد يوميا وهو حوالي 60 متر مكعب من تجميع من البيارة بتاعة التجميع موقع المدفن إلى محطة الصرف الصحي اللي هيقع عليها اختيار، وسيتم الاحتياج لوجود عربيات شرطة لتأمين نقل سائل الرشيح، وده هيعمله 6 نقلات يوميا، كل نقلة بعربية سعة 10 أطنان للتخلص من السائل المتجمع في بيارات التجميع، واللي يعتبر ده أمر ذو تكلفة عالية. شوف أنت هتعمل 6 نقلات، كل نقلة بعربية، خلي بالك هو قايل بالأرقام، ودي النقطة اللي أنا بقول عليها، ما ينفعش إن أنا أبقى قايل كلام جنرال. أنا بقول إن أنا دلوقتي 60 متر مكعب، 60 متر مكعب دول يعني 60 طن، فكل عربية هنقل 10 طن، يبقى أنا 6 نقلات، ولازم يبقى في عربيات شرطة لتأمين النقل. طب حد هيقول لي ايه لازمة عربيات الشرطة؟ هقول لك ان عربيات الشرطة سائل الرشيح ده من ضمن الحاجات اللي بتعمل مشاكل جامدة قوي، واللي هي بتسربها للأرض لو لا قدر الله وقعت واتدلقت، فوقتها هتتسرب في الأرض وتوصل للمياه الجوفية تحت، ووصولها للمياه الجوفية بيلوث المياه الجوفية تأثير لا يمكن إعادته أو تصليحه، اللي هو irreversible effect. فعشان الخطر الرهيب قوي اللي بينتج منها ده
لازم يكون معاها عربية شرطة علشان تأمينها، عشان ما يحصلش حادثة لا قدر الله للعربية أثناء النقل، وعلشان نحمي الناس ونحمي المستقبل بتاع الناس اللي هو المياه الجوفية. ده أول بديل من البدائل. البديل التاني بديل تطبيق نظام المعالجة المشتركة لسائل الرشيح مع مياه الصرف. بعض الدراسات بتقول إن هو يمكن تطبيق هذا البديل، ولكن بعد إضافة تقنيات معالجة لسائل الرشيح زي مثلا التخفيف، التهوية بتقلل قد إيه الأمونيا اللي موجودة في محطة معالجة المياه، التخثر اللي هو عشان يشيل ال NH4N في الحمأ النشط، وكل حاجة من دول بيحط لها المراجع بتاعتها. وفي العديد من الاعتبارات العلمية التي يم العملية التي يجب معالجتها زي الريحة والترخيص قبل استخدام التهوية في الموقع. بص، كل حاجة بيتكلمها ومحاطب بين قوسين المرجع. جميع هذه الدراسات والمحاولات تمت في بلاد زي كذا، زي البرازيل وأيرلندا وبولندا، وبالتالي فإن خصائص سائل الرشيح المتولد من هذا المدفن مختلفة عن سائل الرشيح المتولد في المدافن الصحية بمصر، وهذا نتيجة الاختلاف الكبير في تكوين المخلفات. تمام؟ وبيصل تركيز الطلب على الأكسجين المائي اللي هو CO2 في سائل الرشيح أكثر من قيمة كذا، في حين إن أقصى قيمة للطلب على الأكسجين في كل المشاريع والدراسات المشاريع السابقة ما زادتش عن 7200. فده يعني فرق الأرقام ده بيقول لك إن هو أنت 15000 وهو التانيين كانوا 7200، فده فرق برضو كبير لازم ناخد بالنا منه. وده خطر ان هو ممكن يحصل صدمة للكائنات الدقيقة تستخدم في معالجة المية، وممكن تموت الكائنات ده، فممكن يكون تأثيره سلبي جدا على مخرجات المحطة من حيث المية او السلادج اللي هي الحمأة. وفق هذا الحل ووفق هذا الحل برضو هيتم نقل سائل الرشيح بحوالي 60 متر مكعب لمحطة كذا، ويتم انشاء خزانات استقبال ونظام ضخ ضمن يعني منشآت محطة معالجة سائل الرشيح. ده الأوبشن التاني اللي هم عرضوه. الأوبشن التالت بقى بيقول لك إنك إنشاء محطة معالجة سائل الرشيح داخل الموقع. ديت هيتم تشغيل المحطة دي لفترة 20 سنة بشكل مستمر، وهينتج عندها روايح منبعثة بشكل يومي، ممكن إنها تعمل مشاكل وتأخر من خطة تطوير الموقع المنطقة. والبديل ده ميزته انك انت مش هتنقل سائل الرشيح، فمش هيبقى فيه خطر، هتعالجه داخل الموقع ومش هتحتاج بقى امن وحاجات كده، بس هيقلل من وده هيقلل من الانبعاثات الناتجه من عمليه النقل. بس الخطر في ده زي ما بقول كده ان هو ريحه وعدم كذا. وهو في الاخر ان هو بيقول ان البديل ان هو شايف ان البديل الافضل هو البديل كذا كذا كذا، وهو الافضل من الناحيه البيئيه واللوجستيه، وده بيلغي الحاجه لنقل سائل الرشيح خارج الموقع. وده في الاخر اللي هو عرضه في الدراسه. ختاما، واحب افكر الناس انك لازم تستخدم الجداول والاشكال البيانيه، ودي افضل طريقه للمقارنه بين البدائل المقترحه. صحيح في الدراستين اللي احنا عرضناهم دلوقتي ما استخدموش الجداول والاشكال البيانيه، بس هو دايما دي الحاجه اللي احنا لازم نستخدمها، وانك بتحط معيار درجة تقديرية مثلا انك انت 5 ده لو حاجة ممتازة، جاي جدا 4، عشان تقدر تقارن quantitatively مش qualitatively. انت هنا في البدائل المشروع لازم تقارن بين بدائل المشروع بشكل quantitative وليس qualitative، بشكل رقمي بشكل معياري وليس شكل من ناحية جودة او عدم جودة، عشان تقدر تقارن بين البدائل المختلفة في المشروع. وبكده نكون خلصنا الشابتر الثامن بتاع تقييم الأثر البيئي، وشكرا لكم.